انا غير مرا وبوحدي ومع وليداتي، مع مشاكلي مع وليداتي بوحدي. الزمان غلبني مع مرور السنين، الزمان غلبني، ما تليش كنعرف كيفاش نقلب، ما تليش كنعرف كيفاش ندير. خيرية، وقلت يا خويا علاش جالس في الخيرية وانا عندي الملاير؟ وصافي قررت بانني يمكن غادي نمشي بحالتي من فرنسا، وغادي نجي نعيش هنا حتى ندفنو ولا يدفني. والله العظيم لك قصة كتألم. غادي ننتقلوا الآن باش تشوفي خوك لأول مرة 37 سنة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت مليكة، أخت مليكة من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا. أخت مليكة حوالي تقريبا 37 سنة، وهي في فرنسا مشات من 83 باش تكمل الدراسة ديالها. مشاهدينا الكرام، هذه القصة قصة بالنسبة لي أنا قصة خاصة، غادي نشرح لماذا. في الوقت اللي زاولت فيه مجموعة من المواضيع أثر علي هذا الموضوع، لأنه يتقارب بشكل كبير مع جوج ديال القصص كنت دوزتهم. كنت في المنبر الأول تناولت القصة ديال رجل دوز 29 سنة ديال السجن، وكانت الأمنية ديالو أنه يشوف الأم ديالو، وانتقلنا معاه البركان شاف الأم ديالو. كذلك القصة الثانية ديال بطل عالمي في ألعاب القوى، اللي كان الأمنية ديالو حتى هو كان في السجن 20 سنة، كان يتمنى يشوف البنية ديالو وشافها. نفس الملف بطريقة أخرى في خضم الموضوع، مالكة عندها 8 ديال الخوت، وكان عندها واحد فيهم سميتو سعيد. سعيد ما بقاوش شافوه حوالي 37 سنة أو 36 سنة. مالكة دارت المستحيل من أجل البحث عن هذا الأخ ديالها، وأخيرا قدرت تعرفوا فين كاين. تبعوا معايا. مالكة، شكون هي مالكة؟ عاودي لي. السلام عليكم، أنا مالكة من عمر 64 سنة، من الجالية المغربية القاطنة بفرنسا. عندي خمسة الوليدات، مشيت من 83 من المغرب باش نقرا. في الأخير ما كملتش قرايتي، تزوجت وولدت وليداتي. وتقريبا من 86 كان عندي هذا الأخ، هذا ما تليتش شتو، كان دار شي حاجة حيت كان شوية مختل عقلي. هذيك الساعة ضرب واحد البنت ومشى للسجن. من بعد في السجن عرفوه بأنه مريض شوية عقليا، وداوه الغازي، ومن تم ما تليتش عندي حتى معلومة عليه. ما تليتش كان نعرفه فين كاين، لا فين ساكن، لا اش كيدير. قلتي لي في الحوار قبل، قلتي لي درت المغرب كله كنقلب عليه ما لقيتوش. كنقلب عليه باش نشوف، باش نسمع عليه خبر، ما كنلقاهش. وانا غير مرا وبوحدي ومع وليداتي، مع مشاكلي مع وليداتي بوحدي. الزمان غلبني مع مرور السنين، الزمان غلبني، ما تليتش كنعرف كيفاش نقلب، ما تليتش كنعرف كيفاش ندير. كتعرفوا الواحد ملي تيكون بوحدو مع ولادو تيكون مغلوب. ما حيلتي نكبر ولادي، ما حيلتي نقلب على خويا. في الاخير راه كيعيا الواحد. الوالد ديالك هذه حتى هي مفاجاه اخرى، توفى في شهر جوج، واكتشفتي بان عندكم الملاير، وخوك مختل عقلي، وغتكتشفي في الاخير الله سبحانه وتعالى كتب لك تعرفي فين كاين، في خيريه. وقلتي خويا علاش جالس في الخيريه وانا عندي الملاير؟ عاودي لي. في الاخير بقيت كنسول، وعرفت من خلال الناس ان خويا في واحد البلاصه اللي هي خيريه تاع عين عتيق، مع ان با انا لاباس عليه، خلانا الملاير وعائلتي لاباس عليها. وحتى واحد ما
اكتشفت بان حتى واحد ما داها فيه يمكن داوه بان ما عنده لا مو لا باه لا عائله لا دار لا حتى حاجه. ملي كيشدوهم كيديوهم ولا شي واحد كان عنده شي غرض باش يشدو تما ما عرفتش. دابا انا كنحاول باش ندافع على هاد خويا حيت ما يمكنش نخليه خويا من الانسانيه. واخا ما نشوفوش ما يشوفنيش ما غاديش يعقل عليا، ولكن من باب الانسانيه كيبقى خويا وبرزقه. كما انا كنعس مزيان وعندي الماء سخون الماء بارد كناكل كنشرب كنبدل، قررت بانني غادي ندير المستحيل باش هاد خويا غادي نخرجه من تما. وما يستاهلش خويا ديك العيشه، لانه اللي كان عنده باه وكانت عنده امه وعندنا خمسة الديور خاويين، سانكي طاش خاويين، اللي خويا ياخذ غير طبقه ونقدروا نديروا ليه داك لاشيز اللي تيطلع مع السلم باش يخرج بشيز الكتريك ويعاود يرجع للدار. وعندنا باش نديروا لخويا خدام في النهار وخدام في الليل وغير فلوسو يخدموا عليه ويوكلوه ويشربوه. وغادي نحاول نخرج خويا في هذا الشهر لشي مصحه لان عنده باش يداوى، حيت منين غتشوفوا رجليه وغتشوفوا حالته الولد ما بقيناش. هنا باش هنا كاين سؤال، الوقت اللي تواصلوا معك ناس باش قدرتي تعرفي خوك وشتي الصورة ديالو إحساسك وشفتيه في واحد الكروسة، هادشي اللي بغيتك تنوري به الرأي له. منين شفت خويا ما بقاش كيحرك يدو في هذيك الصورة اللي صيفطوا لي، داير غير هكا ولا معوق ما كيحركش هاد اليد ولا اونديكابي من هاد البلاصة كلها. منين شفتو صافي قررت بأنني يمكن غادي نمشي بحال هاتي من فرنسا وغادي نجي نعيش هنا حتى ندفنو ولا يدفني حتى واحد فينا يموت. ما يمكن لياش نجلس صافي، خصني نريق المسائل تما ونطلب لا روتري تاعي يجي ليا لفرنسا حيت من حقنا ونجلس. وحنا عندنا ديورنا خاويين فين يجلس هاد خويا ويكون عنده خدام اللي غير يساريه وخدام اللي يطيب ليه. وكا وانا نمشي حيت باقي عندي ولد مينور ليها نخلي ليه الخدام 3 ايام 4 ايام ونمشي ونكون مرتاحه على خويا. اما دابا انا عايشه بدوك الرجلين اللي شتا خويا بانهم غدا غيقولوا لنا تقطعوا ليه بغدا بعد غدا يتقطعوا ليه حيت دوك الرجلين ولاو تيديروا غير بحال هكا بحال العود وزرقين وغلاض. راه غادي نبينهم لكم من بعد ان شاء الله. والله العظيم الا قصه كتالم. غادي ننتقلوا الان باش تشوفي خوك لاول مره 37 سنه ان شاء الله. انا عندي الثقه فيك سي يوسف، منين جيت راك مشهور عندنا ومعروف بان اللي عنده شي مشكل كيبقاو الناس يقلبوا عليك يقلبوا عليك. كيما جيت انا يا خديت لوطيل وبقيت كنقلب عليك حتى نلقاك، وحتى شد ليا التليفون باش نقول لك انت اللي غادي تعاوني وعارف انت اللي غادي تعاوني باش نمشي وغندخل ونشوف خويا. واخا اطروف يدك الرجلين وعارفه بان ما غنبقاش نرقد، ولكن انا هي الوحيده اللي خصني نوقف معها خويا، لان الناس لاباس عليهم والفيلات والقهاوي ودي كوميرسون وما شافوش فيه. دابا ما غاديش يجي شي واحد ويقول لا انا ولا هادي صافي عنده رزقه. انا ما عليا الا نطلب المحكمه تشوف ليه وصي ولا انا ولا ما عرفتش. انا ما كنعرفش في القانون، خاصنا نديروا لخويا قانون باش خويا يعيش بفلوسه وخويا عنده الفلوس باش يعيش حتى يموت ويبقى موراه. غادي ندخل وغنشوف خويا. وهاد خويا انا ما عرفتش واش غيعرفني ولا ما غيعرفنيش، و1000% راه ما يقدرش يعرفني لانه كان مختل. الا ما عطيناهش الدواء قال لك الا ما عطاوش دابا الدواء ما كيعقلش، ولا عطاو شي شويه الدواء كيعقل ومن بعد ما تيبقاش يعقل، مختل عقليا. مهمه صعبه، وكنتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع، الاخت الحنان ديال المغربيات شيء المتعارف عليه، مساله طبيعيه جدا، تناضل بشتى الطرق سنين طوال من اجل انها تشوف الاخ ديالها. الا ان الله يرحمني الوالدين اللي قدر يساعدها بانه قدر يوصل الاخ ديالها وشافته وتاكدت بانه الاخ ديالها في خيريه ديالين عتيق. الرحم، صلة الرحم شي حاجة مهمة ومهمة بزاف، وكذلك عطتنا مجموعة من النقط اللي قمة في الغرابة. هو حاليا الأخ ديالها سعيد وريد في الملايير وهو في خيرية، هذا جانب. حتى لا ننسى أستاذة زين بخيار محامية بيضة البيضاء تبع هذا الملف، وهي الأستاذة المحامية ديال الأخت اللي غادي تنتقل معها كذلك من أجل
معاينة لقاء بين مالكة واخوها سعيد في عين عتيق لما شفتوا السنين طوال. مشاهدينا الكرام غادي نوضعكم في الصورة في هذا اللقاء، تبعوا معايا.